إلى نشرة سوريا اليوم في العناوين. الجيش الحر يسيطر على مبنى الرادار في مطار منك بحلب، وطيران النظام يقصف ريف دمشق بغاز السارين. البيت الأبيض يناقش تسليح الجيش الحر ومنطقة حظر جوي، وإسرائيل تبدي قلقا من التدهور الأمني في الجولان المحتل. مقاتلون أكراد ينضمون إلى الجيش الحر في حلب دفاعا عن معتقداتهم ودورهم في مستقبل سوريا. استطاعت وحدات الجيش الحر في حلب السيطرة بالكامل على مبنى الرادار في مطار منج العسكري بعد مواجهات ضارية مع قوات النظام، الذي سبق أن أعلن إطلاق حملة باسم عاصفة الشمال. وفي دمشق صعد النظام عملياته مستعملا غاز السارين. طعم النصر في مدينة القصير فتح شهية النظام لتذوقه في حلب بمساعدة مسلحي حزب الله ضمن إطار عملية عاصفة الشمال، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. الجيش الحر أعلن سيطرته الكاملة على مبنى الرادار في مطار منج العسكري في حلب، بالإضافة إلى مواقع حساسة، ودارت مواجهات في السفير وحي الأشرفي والنبل والزهراء. أما في الرقة فأغار الطيران الحربي على محيط الفرقة 17 لمنع تقدم الثوار بعدما سيطروا على مبان عدة، في وقت أعلن الجيش الحر اقتحام قرية السعن في ريف حماة وأسر جمودا من الجيش النظامي. أعمدة الدخان تصاعدت بكثافة في دير الزور بعدما حاصر الثوار مبنى الحاسوب، وتجدد القصف على مدينة بنش ومعرة النعمان وجبل الزاوية في إدلب، واستهدف الثوار رتلا عسكريا تابعا لكتائب الأسد كان متوجها إلى المدينة. الله أكبر، الله أكبر. وفي حمص واصلت كتائب الأسد تصعيد عملياتها العسكرية، ودكت أحياء وادي السايح والرستن والحولة والغنت والدار الكبيرة وتدمر وتلبيسة وسط مواجهات ضارية في الحميدي. المواجهات امتدت إلى الريف الدمشقي، وتصدى الثوار لمحاولة عصابات الأسد اقتحام منطقة المرج في الغوطة الشرقية، فيما تجدد القصف على أحياء الزبداني والقلمون والذيابية والمعظمية والمليحة وداري المحاصرة، وألقى الطيران الحربي غاز السارين على منطقة البحاري. القصف الوحشي طال الأحياء الجنوبية والشمالية للعاصمة، ودكت المدفعية الأسدية حي برزة بالتزامن مع استئناف المعارك في جوبر والقابون ومحيط مخيم اليرموك. وفي درعا دك الجيش الأسدي مدينة إنخل بعشرات الصواريخ بعدما استولى عليها الجيش الحر، وأغار الطيران الحربي على أحياء داعل وجاسم ومزيرب، واستهدف الجيش الحر حاجز البيانات وحقق إصابات مؤكدة. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مدير مكتب الإعلام للمجلس العسكري في دمشق وريفها مصعب أبو قتادة. مصعب، ما الجديد الميداني وما هي حقيقة قصف الطيران منطقة البحرية بغاز السارين؟ نعم، البارحة ليلا استهدفت بلدة البحارية في ريف دمشق بالمواد الكيماوية وغاز وغاز السارين السام، ورصدنا 3 إصابات، وهناك إصابة رفعناها لليوتيوب وللقنوات وتم إرسالها للقناة ولبعض القنوات الإعلامية تبين آثار السلبية للإصابات في منطقة البحارية، وهذا استخدام الغاز الكيماوية من قبل عصابات الأسد وقبل أيضا ميليشيات حزب الله في المنطقة نتيجة تقدم الثوار ومنع قوات النظام التقدم. قام الجيش النظامي التابع لقوات الأسد وحزب الله باستخدام هذه المواد الكيماوية على الجيش السوري الحر، وتم رصد 3 إصابات. أيضا اليوم قصف عنيف جدا وغير مسبوق بصواريخ الأرض وأرض وراجمات الصواريخ على مدينة زملكة والمدن المجاورة بالمتعلق الجنوبي من جهة الملعب العباسيين، وهناك أصوات انفجارات تسمع في أرجاء المدينة، ولا يزال الطيران الحربي يحلق في سماء المدينة، وهناك اشتباكات عنيفة على المتحلق الجنوبي لا تزال مستمرة منذ الصباح. أيضا في رنكوس هناك غارتان جويتان على بلدة رنكوس من الطيران الحربي على إحدى مدارس البلدة ومعمل للسجاد، نتيجة الأولية شهيد وجريحان. أيضا في جنوب العاصمة بالتحديد في حي القدم هناك اشتباكات عنيفة الآن عند معامل
الدفاع المدني في غرب حي القدم في منطقة بستان الحفار، وهناك تعزيزات عسكرية من قبل قوات النظام وصلت في المنطقة مرورا بنهر عيشة، وهناك قتيل من الشبيحة على الأقل بحارة العنازة الموالية للنظام. أيضا في كفر سوسة هناك انفجارات قوية ناتجة عن تفجير قوات الأسد لمنازل بأكملها في منطقة المهايني بقربها من مطار المزه العسكري. أيضا في داريا اليوم الجيش الحر تصدى لمحاولة اقتحام النظام من الجهة الغربية، وكبد قوات النظام خسائر فادحة، وهناك سيارة إسعاف نقل جثث الشبيحة المقتولين باتجاه صحنايا. أيضا في مرج السلطان اليوم الجيش الحر استهدف معاقل ومقرات النظام في مرج السلطان بقذائف الهاون وحقق إصابات مباشرة، وذلك ضمن عمليات الفرقان. اليوم الجيش الحر في الغوطة الشرقية أعلن عن إسقاط طائرة استطلاع على أيدي أبطال الجيش الحر في الغوطة الشرقية، وهي الطائرة الآن بحوزة الجيش الحر. مصعب أبو قتادة مدير المكتب الإعلامي للمجلس العسكري في دمشق وريفها، شكرا لك. تناقش الإدارة الأمريكية هذا الأسبوع ملف تسليح المعارضة السورية المعتدلة وفرض حظر جوي على سوريا، في وقت تتخوف إسرائيل من تصاعد التوتر في المناطق السورية الحدودية معها. احتمال تسليح الجيش الحر وفرض منطقة حظر جوي ملفان أساسيان سيناقشا في الاجتماعات الحاسمة التي يجريها البيت الأبيض بشأن سوريا مطلع هذا الأسبوع، لكن مصادر مقربة من الإدارة الأمريكية كشفت أن الرئيس باراك أوباما اقترب من توقيع قرار تسليح الفصائل المعتدلة ضمن مقاتلي المعارضة بعد التدقيق فيها. أما وزير الخارجية جون كيري فأرجأ زيارته المقررة إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع من أجل المشاركة في هذه الاجتماعات. تصاعد التطورات في منطقة الجولان بعد اشتباكات دارت بين الجيش الحر والنظامي في منطقة القنيطرة الحدودية دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية إلى التهديد بالرد على أي جهة تمس إسرائيل بفعل، مبديا في الوقت ذاته استعداد بلاده لمواجهة أي سيناريو محتمل في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات تجعلها قابلة للاشتعال خصوصا على الحدود مع سوريا. بدوره هاجم رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست أفيغدور ليبرمان الاتحاد الأوروبي قائلا إن قراره عدم إدراج حزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية يتصف بالنفاق ليس إلا، ولفت ليبرمان إلى أن إسرائيل لن تتحاور مع الأوروبيين حول التطورات في المنطقة. استنكر مجلس الوزراء السعودي تدخل السافر لحزب الله في الأزمة السورية مبديا قلقه من تصعيد أعمال العنف واستخدام الآلة العسكرية لقتل المدنيين الأبرياء وتهجيرهم. المجلس وفي جلسته الأسبوعية التي ترأسها ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز أعرب عن تقدير المملكة العربية السعودية لمختلف الجهود العربية والدولية لإنهاء هذه الأزمة، داعيا إلى التجاوب مع النداءات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين داخل الأراضي السورية والنازحين والمهجرين. تواصل قوة أمريكية مزودة بصواريخ باتريوت ومقاتلات F-16 لليوم الثاني على التوالي تدريبات عسكرية في الأردن تحت اسم الأسد المتأهب بمشاركة 8000 عسكري، منهم 4500 أمريكي و 3000 عسكري أردني، وتشارك 17 دولة بنحو 500 عنصر فقط. وتستمر هذه المناورات حتى 20 من الشهر الجاري تحت قيادة الجيش الأردني. وكان لافتا الرفض التام من الجيشين الأمريكي والأردني الربط بين المناورات وما يحصل في سوريا، خصوصا أن مناورات الأسد المتأهب بدأت قبل عام من اندلاع الثورة في سوريا. سوريا اليوم مستمرة وفيها لوس أنجلوس تايمز، واشنطن مستعدة للنظر في فكرة استقبال لاجئين سوريين. ينضم مقاتلون أكراد إلى الجيش السوري الحر للقتال ضد نظام الأسد والعمل لرفع الظلم عنهم ليكونوا شركاء حقيقيين في الوطن. تحت ظلام الحرب في سوريا يخرج مقاتلون أكراد معززين حضورهم الميداني، حيث تنضم وحدات ومجموعات وأفراد في مدينة حلب إلى صفوف الجيش السوري الحر في مواجهة نظام الأسد. الشاب كردي، الشاب هون كمان من الإسلاميين محترم ومن هيئة شرعية كمان، هون الأخوان شهداء بدر
خالد حييني ماسك جبهة طويلة عريضة. أنا المجاهد أبو الأمير في خط الإشرفية. إحنا وجماعة الكراد صفاً بصف وبيد وحدة عم نقاتل جماعة بشار الطاغية الظالم. العمل من أجل سوريا ورفع الظلم عنهم ليكونوا شركاء حقيقيين في الوطن هو هدف لطالما سعى إليه الأكراد في سوريا. كل مواطن سوري شريف أو مصري مختلف فيه، فما في عنا فرق لا كردي ولا سني ولا مسيحي ولا درزي. كل إنسان حس حاله مظلوم قام يسوى، ونحن من ضمن كنا بيسوى. فسمينا اسم لواء صلاح الدين نسبة بالقائد صلاح الدين الأيوبي الله يرضى عنه، معروف طبعا سيرته معروف، هو كردي طبعا. فنحن حبينا يكون لنا ميزة يعني بس مو بس يعني نقتدي فيها. ويمثل الأكراد نحو 9% من الشعب السوري الذي يناهز تعدادهم 23 مليونا، وهم يشكون من سياسة تمييز حادة وقمع مارسها في حقهم النظام السوري على مدى عقود. نقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن وزارة الخارجية الأمريكية استعدادها للنظر في فكرة استقبال لاجئين سوريين في الولايات المتحدة إن تلقت طلبا رسميا من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. المزيد مما تداولته الصحف في شأن السوري في هذا التقرير. نشرت لوس أنجلوس تايمز ما تسميه خططا لإعادة توطين المنكوبين السوريين في الولايات المتحدة ودول أخرى لتخفيف العبء عن الدول العربية التي تستضيف أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية استعدادها للنظر في الفكرة إن تلقت طلبا رسميا من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وهو الإجراء الرسمي المتبع. فواشنطن عادة ما تستقبل نصف اللاجئين من تقترح المنظمة التابعة للأمم المتحدة بإعادة توطينهم، وتستقطب ولاية كاليفورنيا تاريخيا الجزء الأكبر، فيما تعتبر إلينوي وبنسلفانيا وماريلاند وفيرجينيا كذلك الوجهات الأفضل للاجئين. يرى طارق الحميد في الشرق الأوسط أن الأردن مجرد نموذج للخطر الذي يمثله الوجود الإيراني في سوريا، فكل الوقائع تقول بضرورة التدخل الحاسم في سوريا الآن، ليس لإنقاذ ما تبقى هناك فحسب، خصوصا مع إعلان الأمم المتحدة أنه في أواخر هذا العام سيكون نصف سكان سوريا بحاجة لمساعدة، بل من أجل تجنيب المنطقة ككل الانفجار الكبير الآتي بسبب الطوق الإيراني الخطر والتقسيم الحاصل في سوريا الآن. ويطرح الكاتب السؤال الملح: ما الذي ينتظره العرب القادرون والغرب للتدخل فعليا في سوريا؟ يطرح وليد شاير في الحياة أسئلة تنقلها مصادر عن سفراء غربيين في لبنان عن فرص العودة إلى سياسة النائب النفس في لبنان بعد انخراط حزب الله في المعارك السورية. ويتابع الكاتب نقل توقعات المصادر بغلبة فرضية المنطق التصادمي والقتالي على منطق استثمار إنجاز القصير سياسيا، والهدف منع المعارضة من إسقاط النظام وتأمين ثباته في حرب النفوذ الإقليمي التي تخوضها طهران. والخلاصة بحسب مصادر شقير أن الصراع الإقليمي تصاعد مع قرار طهران الانخراط الكامل في الحرب في سوريا عبر حزب الله، غير مكترثة لآثار ذلك على الداخل اللبناني، وهذا يجعل من الصعب أيضا إحياء سياسة النائب النفس على رغم تأييد الرياض ذلك. نقلت القدس العربي عن مصادر مقربة من حزب الله اللبناني الذي شارك المئات من عناصره في حرب القصير أن وحدة الهندسة التابعة للحزب التي تعقبت مع وحدات هندسية لجيش النظام ألغاما أرضية كان مقاتلو المعارضة قد زرعوها داخل مدينة القصير، عثرت على عشرات الألغام التي كان حزب الله قد زود حركة حماس بها بين عامي 2007 و2008. وذكرت المصادر للصحيفة أن طريقة زرع هذه الألغام وتمويهها هي الطريقة نفسها التي ينصب فيها عناصر حزب الله ألغامهم في المناطق المتقدمة من جنوب لبنان، وهي الطريقة التي يتم تدريب كوادر حماس عليها لدى خبراء حزب الله. تابعونا بعد الفاصل. المزيد من جرحى القصير إلى مستشفيات لبنان ونازحون من جحيم إلى معاناة إنسانية. أهلا بكم من جديد. حضر ملف اللاجئين السوريين على طاولة الرئاسة اللبنانية بعدما تخطى العدد نصف مليون نازح سوري.
فيما وعد سفراء دول الاتحاد الأوروبي بنقل موقف لبنان إلى دولهم. أوضاع النازحين من سوريا إلى لبنان حضرت خلال لقاء رئيس الجمهورية ميشيل سليمان مع وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فعور، الذي عرض للعمل الذي تقوم به الوزارة مع الهيئات والمنظمات الإنسانية والاجتماعية المعنية. كما استقبل سليمان بحضور أبو فعور ووزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور سفراء دول الاتحاد الأوروبي ووضعهم في توجهات الدولة اللبنانية للمرحلة المقبلة في ظل عدم قدرة استيعاب لبنان لأعداد النازحين وأهمية التعاون والمساعدة الدولية في تقاسم الأعباء والأعداد. وتناول سليمان مع الوزير السابق فؤاد بطرس التطورات السياسية والانتخابية. استهدفت حافلة ركاب وسيارة كانتا تقلان عناصر من حزب الله استهدفتا بعبوة ناسفة صغيرة على طريق تعنايل في البقاع اللبناني. دوى انفجار على الطريق الدولية التي تربط منطقتي تعنايل والمصنع في البقاع، تبين لاحقا أنه ناجم عن عبوة ناسفة صغيرة وضعت على جانب الطريق واستهدفت حافلة ركاب وسيارة من نوع BMW ذات زجاج داكن كانتا تقلان عناصر من حزب الله. وبحسب المعلومات المتوافرة فإن زنة العبوة بلغت 300 جرام من المواد البلاستيكية شديدة الانفجار والموجهة عن بعد، وقد أحدثت حفرة في المكان، فيما أكملت الحافلة المستهدفة طريقها نحو المصنع رغم الأضرار التي لحقت بها، وعثر لاحقا على لوحتها العمومية، فيما تحدثت بعض المعلومات عن إصابات في صفوف ركابها علما بأنها أصيبت في واجهتها الأمامية. على الفور توجهت عناصر من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأدلة الجنائية إلى المكان وفتحت تحقيقا في الحادث. وقد أثار هذا الحادث حالا من الخوف في صفوف المواطنين، خصوصا وأن المنطقة تعتبر هادئة نسبيا رغم وقوعها على خط استراتيجي بين لبنان وسوريا. يواصل الصليب الأحمر اللبناني نقل الجرحى من القصير، وهو نقل 35 جريحا إلى مستشفى المني بعد وصولهم إلى محيط منطقة الهرمل. ثلاث ساعات استغرقت عملية نقل جرحى من معارك القصير عبر المناطق المجاورة للهرمل، بيت جعفر، القبيات، حلبة، فالمني، والتي تولتها فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني. 35 جريحا جديدا نقلوا إلى مستشفى المني، حيث كان في استقبالهم الطاقم الطبي ووزعوا وفق إصاباتهم. الجرحى اللي وفدوا على لبنان البارحة واليوم أبلغونا عن صعوبة ومأساة والمأساة التي يعيشها الجرحى في الداخل السوري، وعن المأساة التي مروا بها من أثناء خروجهم من القصير إلى بعض الأماكن والمناطق الأمنية ضمن الداخل السوري. 35 جريح تقريبا، الوضع الصحي طبعا مزرع. 6-7 أيام إلين بالبسيتين، يعني الجرح متعفن، سمية تجرسم بالدم وملتهب الجروح كلياتها. التعب والخوف سيطرا على الجرحى الذين رووا كيف أن عملية نقلهم إلى لبنان كانت محفوفة بالمخاطر جراء أعمال القصف والمطاردة من قبل الجيش السوري. اتصابت بشظية بالقصير براسي وأدت إلى شلل نصفي. هذا ومن المنتظر دخول دفعة جديدة خلال الساعات 48 المقبلة إلى مستشفيات عكار والشمال. هربا من القتل والدمار يتوافد عشرات الألاف من السوريين قاطعين مسافات طويلة ليعيشوا في لبنان معاناة يومية من نوع آخر. تتواصل رحلة نزوح السوريين من مدينة القصير السورية إلى البقاع اللبناني هربا من آلة القتل المستمرة في حصد أرواح المدنيين الأبرياء. أيام من الجحيم، جملة تلخص واقع هؤلاء الذين يعيشون ظروفا حياتية صعبة مع غياب الاهتمام الرسمي اللبناني بشؤونهم واقتصاره على هيئات محلية ودولية. القيادة العسكرية للنظام في سوريا أصدرت بيانا يدعو سكان القصير النازحين من المدينة إلى العودة لديارهم، ولكن الكثير من اللاجئين لا يجرؤون على العودة. أبو علي هرب وعائلته إلى البقاع منذ 10 أيام، يعيشون الآن في خيمة مؤقتة ويفتقرون إلى الماء والكهرباء. يقول أبو علي إن الوقت لا يزال مبكرا للعودة إلى القصير، فالوضع الأمني غير مستقر حتى الآن. دمار لا تسأل بالقصير، احنا ما عم يهمنا الدمار، الدمار ما بيهمنا، بس البشر اللي عم تموت مهم بيهمنا الدمار، دمار كتير.
يعني ما في بيت صاغ ساته. لكن هلا كثير سهل في لي عالم بالقصير كثير عم تموت. كنا يعني من ضيعتي انا بضيع من ريف القصير يعني تقريبا كل نهار كل غارة عم يموت مثلا 10-12 مضيع نفسه من ذاته. كيف لكن بالقصير؟ بين المباني المتداعية وقذائف الدبابات الفارغة وشظايا الزجاج والركام، كانت القصير البلدة الصامدة في وجه الجيش الأسدي وحزب الله، تدخل يفتح الباب أمام تصورات مستقبلية أهمها أن الحزب دخل المعركة لكنه لن يستطيع الخروج بسهولة. في آخر خبر، ورد قبل قليل أن عدد الذين قتلوا اليوم في المحافظات السورية ارتفع إلى أكثر من 40، غالبيتهم سقطوا في حلب، بينهم 10 سيدات وطفلان. والآن نذكركم بعناوين النشرة. الجيش الحر يسيطر على مبنى الرادار في مطار منيك بحلب، وطيران النظام يقصف ريف دمشق بغازي السارين. البيت الأبيض يناقش تسليح الجيش الحر ومنطقة حظر جوي، وإسرائيل تبدي قلقا من التدهور الأمني في الجولان المحتل. مقاتلون أكراد ينضمون إلى الجيش الحر في حلب دفاعا عن معتقداتهم ودورهم في مستقبل سوريا. سوريا اليوم انتهت. شكرا لكم.